بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فعن قد حجرني غزوة بدر، فعن كسو بحني معركة يدقالك إنو دمادي ودقالك أكد مادي قول إنو إلهي ذاتك مسلمين تاها يكوح ذي يرأها أو سيي. قال ذي كبر يحيلاغ التي مدن إلهي إنو هلاغي إن بدن وأيغ كمد أهنا لسوق فاشي. حد مركي معركة ذي إدماتي والنبي صدح مع المود ودقنا ماشي بدر أهي دبذيتنا وضياشي مشركين تنسنادي دودي أهي ميدت كودي مركو عالك كور لغير لذي دبذيت أو لخد لي أرنتاس مركان سواء أرن كدب أي النبي وحقود أقاق إنو آدو مدينة إيا هلكا إنو أولابتو تيبو مركا شيخ وكور رميان أرك الدون إن شاء الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله عليه الصلاة والسلام وإلى المدينة مدينة حق يدي آذي وأكعي ويان. وتقدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة نبي قوحو آذي وحق يد أكعي إلى المدينة مدينة أي آذي متوجا بنصر الله isagoo oo taaj looga dhigay gargaarka Allah subhanahu wa ta'ala. Taajkan waxa la yiraahdaa waxa ay boqoradu gashtaan oo madaxa gashadaan oo jawaahirta iyo dahabka waxa ka kooban ayaa la yiraahdaa. Laakiin hadda looma jeedo taajkii rasmiga ahaa oo boqortooyada labisan jirtay baa nabiga madaxa loo geliyay maahe, isagoo oo guul wato tagay wey, saasaa loo jeedaa. نصرك إله سبحانه وتعالى يقرقارك ربي إساقه وطو أيها الكا آذي نبي مدينة أولا بطي ومعه إساقه نبي أي لجرته أو وطو الغنائم والأصارى. الغنائم حوله أو قال ذي لقه لي وغنيما اللي يراهده غنيموين وطو إي والأصارى ضد لصوق فاشي. الأسارة والأسارة لبدا بوالي ذا هو جمع أسير. أسير نوقفك لصوق فاشوية مركا همزة أما قد أما كرد أسقع أكو لصوق فاشي وطو غنيمة يحول بذلنا مشركين تو أي لهايين وطا أي مدينة حق يدي آذي النبي عليه الصلاة والسلام حيا لددك لصوق فاشوتان وكشيقني إلى تضباطا نن أي صوق فاشين مسلمين تي أو مشركين تي رام مكايكس وقفاشين. فلما وصل قريبا من الصفراي فلما وصل نبي مركو أو قاري عليه الصلاة والسلام قريبا من الصفراء ماشى الصفراء اللي يراهده وقرية دي أنهر أصو مرنمك عيدة وجبال لببور الدحدة الكتال له مركي هلك أو قاري نزل وحسود دقي حكم الغنيمة وحسود دقي وقرآن كمدا غنيمة حكم كأيلاذها حوغا ضدك مسلمين تاها أيا حق غنيمة كدوضي أو كمر محولها سيد الله قيب سنة مركز وحوليها مركو نبي هل كسود قاري. فلما وصل قريبا من الصفراء مركو ماشا سود قاري فنزل وحسود دقي حكم الغنيمة حولها ان قارد اللقاء سوى هلوية غنيمة ذا حكم كيد شرعي ذا أي رب سود الجيه سبحانه وتعالى مركز فأخذ منها نبي وحو كقاتي غنيمة ذي انتانا لقيدين انكهر الخمسة شن ميلوت ميل أيو كقاتي وقسمها أربعة أخماس كي سوهري يعني شن ميلوت مركي لو قيبيي حال مركي لقبحي أفرتي صوهرتي أيو نبي قيبيي غنيمة دي
سويا سسمن أيو أقيبي بين الغزات تدكي دقالك كقيب قلي أو مسلمين تأها أو غزات أهاي دولي أيو أقيبي انتو دي دقالك كقيب قشيو سسمن أقيبي مركا مركا مسلمين تي كدودين أو غنيمة أي اسكوك القبصدين فالنبي أكوّر جيئي مركا آيادها نيسوه دقين aniga halu guso wareejiyay buu yiri xoolaha idil markii lagu soo wareejiyay shan meelood baa loo qaybiyay shanti meelood hal meel nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa la wareegay waana arki doona sida loo qaybiyay afartii soo hartay baa dadka marka loo qaybiyay dadkii qusaada ahaa ee dagaalamay dagaalka dadkii ka qayb galay kaliya loo qaybiyay wa mid allah u leeyahay markay isqabsadeen يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أيضا بلو قيدة وحي كسر دكتوا تاويا يسألونك وحي كويديني عن الأنفال الأنفال وجمع نفل والغنيمة بلو جيدة غنيمة ذي مشركين تلقصوا هلي أي وحكا ويدين ينحق إذا قل الأنفال لله والرسول وحد كتر هذا غنيمة ذا الله يا رسول كيسا أي اسكاله عمم كودا أي ما شيء أقرتان لقى يويا لكن إذن كينا اسخلابتان ما هي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلهي كبقى الله كعفصدا لحليننا هجاجي خلاف يوسن بعنه خلاف كدحدينا هجاجيا واطيعوا الله ورسوله الله يرسولك سنة أطيعة إن كنتم مؤمنين حداتهين ضد إله رميسون مؤمنين طاعب إله يرسولك سي الله إماده أو قلاد حكمك إله ويا قيمت يدي مركي سيدا ليري سورة أول كذا إن حكم كذا الله يرسولك أي ليه المركي الله شيئا بقيمت يدينا إسرائيسود اكتقاب كله قيبيني سورة الدحليلة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير سورة الأنفال أي آية سكجرتها وحد أقاتهم ربي واعلموا أنما غنمتم من شيء وحي آتسو غنيمي ستان وقال هذا محاربين تا آتكسو هشان حقو ذا أو حمأة أم حير هذا أم هوين هذه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مركي شان ميل الله لغو هل كميل أو نبي أو قادن أيه ما ها نبي إنو جيب كيسا قشان أيه وحا إسكاله رسولك إسكاله ذكي قرابة رسولك إسكاله اللصيني أقون تيبا إسكاله مساكين تيبا إسكاله مسافرين تيبا وحلقسين وهكذا الخمس كسلا صلى الله قيبين ذكي أسفن دقالك كقيم قليل أي حق إليهين لقد قي اللصيني قرابة النبي مدام أي زكذا قادرين أي وسلا صلى الله غنيمة إيه لقد قيب قليا واللصيا ويا dadkan kala oo aqoonta iyo masakiinta iyo musaafiriinta ayaguna sidaas ay leeyihiin wixii soo haray waa la qaybiyaa dadka dagaalka galay ayaa iskala afarta qaybood la siinayaa marka nabiga sidii uu u qaybiyay marka aayadaha soo dagtay fa akhada minha al khums khums kibo ka baxshay oo dadkaas la soo sheegay iskala hayeen wa qasamaha sawiyan intii soo hartayna si siman ayuu u qaybiyay bayn al ghuzati تذكر دجال لمي أي تحلو سو سمن أي أبو قيبي وين فلما حل بالصفراء ماشى صفرا لي را هذا مركي أو دجي والنبي أو دجي وحادتك اللي ساق فاشدتك وحكجرو سناديد قريش رجع وقول نبكبدنا دعوة أن يتوحيد كل الدجال إن كذي الرسول نبكي سو قول نبكبدنا أي كم ده حادتك اللي ساق فاشي كل كمركي أو نبي الدقي عليه الصلاة والسلام ماشى السفر اللي يراه أمر بقتل النضر بن حارث
أمر الرسول كوحو فري بقتل النضر ابن حارث. نك النضر ابن حارث اللي يراه ذا دل كيسة أيو فري إلا ديله النضر ابن حارث إسقوا وحوها يعني ننكي وحوها سوكري سنجري حوين كهيسه أو انتو هذا الشام يبلك انتو تقو كسو أرورين جري خرافات كي دتكي هوري اي تاريخ ذو ذي قصص كو ذي مركو سوق هذا نبي ماشا القرآن كو أخريو مركو نبي كتك بوس كيسي نكي إيمان جري بوها وأصل خرافات كأخرين جري خرافات كدلدل جري مركو أو وحاس أو دلدل أو أخريو أيو يعني هذا الذي سيكمد هاي أو أرنجري بماذا محمد أحسن حديثا مني محو محمد إيقشة كوانا أكساني هاي وحو أخريه وكلا أن أخريه مديجر خرافات كأن تشعيه بل انتو قبلها يعني سو أروريه حيسا أو ميل خمراء أو كينبو ددكي أو مغلينه نبي الراعه انتو ايرتو أيو قبلها انت الله اللو بيجري يعني وحو بيجري قبل حيس جرتو وحو كليه فلان نك الإرادة أطعميه وأسقيه نن كان هبل الإرادة عنا نسيه خمرنا ورابي بوير خمرنا نسيه وغنيه أنا حسب بيجري محيالي هذا خير مما يدعو إليه محمد كان عن خمرنا اللعبو إيو مارت عنا ذا إيو هاس كان يا نو محمد حضتك أبويري كولاك بدن هذا الله ذا سي وحلا مدى أي نبي أورنجر النظر بن حارث ويا marka ninkaas oo aad nabiga u dhibi jiray ayuu dilkiisa nabiga faray alayhi salatu wasalam markuu meesha soo gaaray amara wuxuu faray biqatl an-nadr ibn harith ninka nadr ibn harith la yiraahdo dilkiisi ayuu faray fadaraba unuqahu wa haqartiisi gooyay oo luqunta qorta ku dhuftey ali ibn abi talib ali ibn abi talib dilay oo madaxa ka jaray walamma hal markuu nabigu dagay بعرق الضبية ماشي عرق الضبية اللي يراه ذا واسم مكانه وبدر مدينة ودحية ويا ماشي مركي أودغي أيو أمر وحو فري النبي عليه الصلاة والسلام بقتل عقبة ابن أبي معيط نك عقبة ابن أبي معيط اللي يراه ذا دلكي سأيو فري أسجن إلا دلو مركوا يعني عقبة ابن أبي معيطنا ونك النبي عيجين جري عليه الصلاة والسلام وانتو عيقاذا كودا جاي مرديس كومرو جي يسقو الدين الربو أبو بكر وكسو قاري أو يري أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كعل انجر أبو بكر ويا وننك يعني ما رأيك تمركو نبي عليه الصلاة والسلام أو سجود سن أو أركو ما دارت حوالها قيلة انت سوق هذا دوشك ساري جري أو آدي آد رسولك أولي بجري عليه الصلاة والسلام إساقنا النبي إلا دلبو أمرين فقتلوه مركز عقبة بن أبي معيط وحد لي عاصم بن ثابت الأنصاري ننك عاصم بن ثابت اللي يراه ذو ورير أنصار كاملة أياد لي وقيل وحكلوا لي يراه ذا ميا عاصم مد لني علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب اسند لي أيضا والي يراه ذا مركضتك الرؤساء هاي فتن كوذي جري قارنوا كوا كبا بأي بدر qaybti soo harta kuwooda ugu dhibka badnaana waa kuwan meesha labadan ay ka mid tahay la dilay weeyaan amma ruusul muslimiina muslimiinta madaxdoodi dadki madaxda u aha alladina muslimiinti kharaju sabahay litahniatihi nabiga inay u tahniyadeeyaan guusha ilaahay uu siiyay inay ugu tahniyadeeyaan darteed u soo baxay falaqawhu نبي أي لكل من صلى الله عليه وآله وسلم بالروحاء ماشى الروحاء ليلان أي نبي كل من صلوات الله وسلام عليه ثم رافقوه مركاسي لصور رفيقين يصور راعين يشيعونه أيقو النبي سوسة قوتين أيه أي صور راعين مدينة كبحين مدام أي قوشة مقلين مسلمين تم دحدوا ذي أو آن الشلي دقالك إلا عزيمة ماهين واجب لوغا مدغينو خصب مونا نهي قلبي حرتي غوشي مركي مقلين اي نبي ماشا روحا ليدا هذا اوغا هرتغين دبديتنا وي سو راعين وين سو سغوتين ثم رافقوه يشيعونه ايغو او سغوتين يبي لا سو رفيقين الى المدينه مدينه اي نصر راعين لي ما دين ويا
فدخل النبي وحصاقل فيها مدينة يصاقل مظفرة إساقو أه مدقول إستي إساقو مدقول إستي أه منصورا حق ألا اللوغة قرقاري يعني إساقو مظفر أهو قول إستي ورب حق إسان اللوغة قرقاري أيو النبي مدينة كسو الله أبتو يصاقل إساقو قد خافه أو كعب صدي أي كبقين كل عدو عدو كست كل جينا مركي قريش أو أود داله أي جبطي عدو كست كل جينا ونبي كبقي أي مدينة صوغل وأسلم وحى إسلامي الدين تيقاتي بشر ضد أو كثير فربدا أي إسلامي الدين إسلام كصوغل مركز عبد الله بن أبي أو خزرج ملحوها أو أوصي خزرج بأنه بقر النقض للربي markii nabiga uu yimidna alayhi salatu wasalam boqortinimadiisi waayay oo aanan islaamina shirkigi ku jiray ayaa markuu guushaas muslimiinta arkay boo isna islaamnimadii dhahirsaday tiiba markii sheekhu noo sheegay wa tadahara wuxuu muujistay abdullah ibn ubay ninka abdullah ibn ubay la yiraahda oo raisul munafiqin aha iyo wazumalaahu sahibadi تتك أسجل رفيق الله أي وحي ظاهر سدين بالإسلام إسلام لماذا يبي موجستين أو حق الظاهر كي يعرفك أي إلهين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما حق قلبك كفار كيه وقالوا مر ما يسنا وحي إسلامك أسوق قلينا أو ظاهر سدين وحوى يأد نفتي نئي مالكي نئي أد كبت بادان ترتيب يعني إنه بدبادان وآنا نبقى سنسوه قاري مرهد إسلام كي يعني مسلمين تي أي شوكاية شان الدين تي إسلام كالظاهر النقطي دراتي بمرك إسلام لماذا موجستين محايا لقفك مربح دول لا إله إلا الله محمد الرسول الله أو إله ذو قلبك بحتى كفرها كفر استعدوا الربين مسلمين توحال ربا الظاهر كإن الحكومة ظاهر كإن الحكومة سيدا درتي مالكي سيئ نفتي سيئ عرض جيسا وحرام ويقف لا إله إلا الله محمد رسول الله كل واقعي محايا للكلمة دا كلمة التوحيدة أي مانعة أو إلى لين يسو عرض جيسا إيو شرفتي سيئ بيجي سيئ مالكي سا كلمة دا سو كل واقعي بإلى لين يسو أما وحي قلبي جيسو كجر المنافق نمية كفر شركية أنا قمغوغين ظاهر كينا دفك كل معاملونا أن الأمرين إلهي بكل حساب تمي قلبي جاسو waxa ku jira weeye marka adiga dhahirka la raba inuu qofku marba hadduu kalimada la ilaha illa allah muhammadur rasulullah oo muujisto inaad muslimnimada u ciibaariso ayaa laga raba oo ku xad gudbin weeye walidalku nabiga munaafiqiin kama taaban jiray asagoo ogow waliba loo sheegay hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq hebel waa munaafiq liin bu sanadigeena taaban jirin maxay la dhahirkaas ay muujisteen nabiga waxyaala badan buu u diidi jiray sallallahu alayhi wa sallam قصة الأسارة يعني هذا الضدك اللي سوق فاشي حكم كودي أي أيضا أن لك قوى الرمي يسيده نبي أمام لي قصة الأسارة أي هي يعني لو شيء قصة الأسارة كوي اللي سوق فاشي وركودي يقصده ذي بماشا نقول لك شيخ ويا ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما استقر مركي أوسق ناذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله عليه الصلاة والسلام مركي أو سقناذي ومدينة أو دقي ومدجوغي بو استشار نبي الله تشذي مسلمين تي في الأسارة ضدك الله سوق فاشي شأن قوض في شأن الأسارة أيوك الله تشذي محام كيالنا تدواتا كان قفو الله سوق فاشي أي حكم كوذي يويدي مركي الله بذي للدليل لقريبه marka abu bakr talo u jeedi umar talo u jeedi labadiba marka sheekh noo sheegi fa ashara abu bakr wuxuu nabiga u ishaaray oo kula taliyay bi akhdhi al fidyah minhum bi akhdhi al fidyah furasho in laga qaado oo xoola ihi minhum ayaga laga qaado qof walba in la yiraado isfuro oo furashada laga qaado abu bakrna furashadaas marka uu leeyahay qof walba madaxa furaha la yiraahdo oo xoolaha laga qaado waxyaalaha uu ku cilleeyo waxa weeyaan
حولها سلقت هذا ياي مسلمين تما دام أين الحول لهين إن أود النقطة أو علو بدلنا إليه سأي مرك حولها ده كان لقت قاتا أي حب بقول نقطهوب يوحل مدة يكون قتان سعدوا ونسك قد عيال أرين تاس درتي أيو مارتي ووجيري يوحو كلويري وعسى أن يهديهم الله إنه إله سبحانه وتعالى أو هنونيه أو فيكونوا لنا عبدا مركزنا أي حب نون نقطة أنت سوى هنونان مركز لسيد دايم أي مسلمين تقصوا بيران مسلمين نقطان أو دقي مركز أي حوجيان بعد دع كرتو مركز أرمها سوق اللي يويا حول إلا جك هتبو سدى أجيدي وأشار عمر عمر من الذي يحوو إشاري بقتله كوا دل كود إلا الله يو تضبات كبا إلا ديرو أي عمر نو إشاري والنبي عليه الصلاة والسلام أيو كيري رسولك إلهي أنيو حن أركيا إنا الدشاء أيان أركيا مركي أبو بكر ترى ذا أوجيري بالنبي عمر لحد لو حو كيري ما ترى يا ابن الخطاب أبي أنا ما حد أركيا سأو الرأيين سا إنا خطابو مركاش وحويري أبو بكر وح أو أركي أو الرأيين أنيو مر رأيين أيو أنيو حن أركيا أبويري أن تمكنني أن تمكنني من فلان ومن قريب عمر در قرابة دي ساعة هبل إنا أنيق إيه ديبته فأضرب عنقه أنيق مركا إنك أن قرابة أنها أنيق إيه ديب أنا ديلي مركاسنا وتمكن عليا علي بن أبي طالب من عقيل ولالك عقيل بن أبي طالب إن أود ديبته ومضح كجره يعني فيضرب عنقه أود ديل مركاس وكذلك حمزة نسيد وكله قريب كيسي قرابتي ولالكي إنا أوليبتو سيو أوديلو مركز سببتها سيدا أوييلي وحوليها وحوي حتى لا يعلم أعداء الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين إلي أغاذان تتك مشركين تاع وعدد إلهي إني سنوحن حريص قلبك أن أجرن إني أغاذان درتي أيا سيدا أوييلي بولي طلبات تتكني وسناديد قريش وإمتهم وقادتهم تذكروا دي أبوه الرئي ما دحض أبوه هاي وحن سواء أبابوني وقوانوي مركا أنيه وحن أركي إلا الله يو رأيه أبو بكر وكالان أركي ما يجي مركا لبداس رأيه أو دقيستي رسولك عليه الصلاة والسلام فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو السقي ورأي أهان أقاتي أخذ الفدية إن ضدك حول الله قاتعون لله يعني رأيه أو سوجيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي نبي وكان عي وأهم في ديال لقاته مركا فقرر وحو حكومين نبي أوق آميين رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية في ديق هذا الشرد أي قآميين وأي في ديال لقاته في ديال لقاتنا أي حولها اسكفرنا يانا وكانت من 4000 إلى 3000 إلى 1000 درهم وحيو قيف سميسي صدح درجه dad xoolaha laga qaaday wixii xoolo leh dadku way si qaanaan qolo 4000 oo maarato waxa laga qaadaya 4000 oo dirham qolo waxa laga qaadaya 3000 oo dirham qolo waxa laga qaadaya 1000 dirham sidaas loo qaybiyo weeyo wakaanat waxay ahayd ganimad yaani fidyadi iyo furashadi min 4000 4000 laga soo bilaabo ila 3000 3000 laga soo gaaro ila 1000 كن إلى 1000 درهم كن درهم لقى سوغارو أيال لقى قاضي قفل بابا حوله أوليه أيال لقياسي مركاسة هبل أفركم بالقاربة أذيك سدح كن أذيك كن ساسل لو قيبيه ويا قلني أم حوله وذين أما فقراء هاي محال سمين ومن كان منهم يقرأ ويكتب فجعل فديته أن يعلم 10 غلمان من المسلمين ومن كان قفكي أها أو منهم أيها كميدة تذكي لصوق فاشي كميدة يقرأوا مدوح أخريه ويكتبوا مدوح قرأ قرأ الكي أخرين تهدو يقيني فجعل النبي وحويل فديته فرشريسي وحوكبغي أن يعلم النكاس إنو برر 10 غلمان يعني التبنويل ومن المسلمين مسلمين تكميدة إنو الكتابة والقراءة لبدأ إنو برر قرالك اخرنت انو بر مركا
يعني رمك وحيها عند قرالك إيو كتابة ذي آخرين تكوفي عن لكن رم دينا قرالك ساس تذكر وما في عنه مركز لا درت بائن وحال قد جي قال هذا أنا حوله يسني لكن وحجرنا يسوع هنا يذكى المسلمين تادني والبابا مركو تبنويل قراءة ذي كتابة أو برة فرت سيد الله قرأ الله آخريه مركو برد بدي إلا سيد دايو أو فرشدي ستال قدقو وأحسن نبي إحسان سمي إلى بعض الأسارة تدكي لسوق فاشقار كميد أهنا واسكبي إحسان سمي أيما وحبال لقاق هذا آران لديهن هبل وحبر أيال اسك سيد دايو أو إحسان سمي فأطلقهم نبي وأو سيد دايو بغير فدية أصبهم فرشك قادني فرش الآن أي نبي وكسيد دايو صلوات الله وسلام عليه مركا تدكي ساسي أقيف سمي قالوا حوالا لقاق هذا حوله أما هبتان أما هكا لي رادان سحاد بقفك وتبرتي سوي قالنا الكتابة والقراءة إنه تتكبران قالنا وحوه والسك سيدايه ونبي قابل إسكاقه تفضلي صلوات الله وسلامه عليه مركا واتاوي وحيتوسه يسامرك دين إسلامك دين العلم والمعرفة إنه تهي محايا لددكاس وحشرت الله قبل إنه ددك تعليميان أو ددك أمي النمال إن لقى ساره قفك أمي إنه نغضه إن لقى ساره أيو مارتة النبي جل مارتة أو دونا صلوات الله وسلام عليه. مركي أرنتا النبي أو حكومي في ديني أيضا ما تيو. سدى في ديني الله قاتي أي إله سبحانه وتعالى عنان النبي جل عنانا أي عليه الصلاة والسلام أيو إله سود جي سبحانه وتعالى أو رأي عمر من إلهي أو كأيديه رأي عمر أو قاتل إلهي أو كحوجني في سورة الأنفال رب ليه وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم وحال ليه ما كان للنبي نبي سورة قل أماءها يعني ما ينبغي ولا يصح وح سورة قل أماءها النبي وح كدع كرن أماءها أن يكون له أسرى تد أصاق فاشا إني جيران أسقوا ليه تد أصاق فاشا إنه صاق فاشا حتى يثخن في الأرض إلى ملك أو قال ذي حركة جيء كفر باللواي إنه وحسوق قفاشا ما أهم بالليه في دي ذا سألوا ديده مركز سأل ليه تريدون عرض الدنيا أدونك بلال كي سمية دون إيسان يبربر كي ساتر حول دون إيسان نية مركز في دي ذا كقادان إيسان حول دون باتي نية والله يريد الآخرة الله يريد الله دون إيه دارت آخر طلب كيرينا تراستان أي إله إذن كدون يوم مركوا نوع عنان تكمد آه أو الله أو نبي الله محمد كو عنانا نيو لليه إنات في دي قادة تاهي فريتان إنات قادة تاهي مبا أحيم با أي وحي أحيد إن قال لان لحركة جيو إبر لقد قبي أحيد بالليه وبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص أبي العاص بمال فيه قلادة لها وبعثت وحدثك الله سوق فاش كجري من اللي يراهدو أبو العاص اللي يراهدو أيا كمدها وحو قبي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جبدي سبو قبي خديجة بنت خويلدنا ونبي حاس كيسي أحيدنا هبر يربي واحد هبر يربي واحد من كاسا دتك الله سوق فاش سبو مشرقة كجري مركاسي جبدي ما دام في دي دتك اللي يرهاش فرطان زينبنا مكة أي جوكتو أي وحي سوى ديبت حوله حوله سوى درتي حوله الوحي كسوى دح درتي كون أهو يريد أي لهان جرتي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أي لهان جرتي أو أيضا كسوى وريبي أي كسوى دح درتي تيبا مركي حوله نبي الله كان يلي رقبت هذا بأنك يدين كفر تربته أيو نبي مركو أركي كوشي خديجة صحصوص رضي الله عنها خديجة بنت خويلد ودعوة أن يديك توحيد أسوى قرقارتي وقبض أنه يريد هاي أي صحيح حصوصتي مركاسه النبي قدب عي مركاسه ذاتك المسلمين تا صحابة وحوه يدين وخديجة بنت خويلد وحي ذي مارتي حول أي لاذا هاي ومقا ذن كرنفيدي نين كان نسكسي دينه ساسو كعود صدي مسلمين تينو وكا أقبلين أسوى محبلة قد قادن أي أمرك نين كان لسيده وبعثت وحي صادرتي زينب قبل زينب اللي يراه أو بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قبل يسي أحيد في فداء زوجها
ninkeeda furashadiisi ay furanaysay ninkeedii Abil Caas magaciisa Abil Caas kunyadiisa la dhigi jiray bay waxay soo dirtay bimaali xoolo bay soo dirtay xoolahaas oo fiihi dhexdiisa uu ku jiro kamid yahay qiladatun kun ay kamid tahay oo laha Zainab ay leedahay kaanat kuushaasi waxay ahayd inda Khadijata خديجة بنت خويلد أي أكتئد أهل خديجة إسكال هيدوية فأدخلتها زينب كوشي بيوحي سود حق لسي يعني مارتي فأدخلتها ويسود لسي بها أمواشي بيسود حق لسي ويا على أبي العاص أي أسود درتي ويا يعني حاله أسود درتي بيكوشة كسود حق درتي بلوجينا فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركو كوشي أركي oo Khadiija ay lahaan jirtay raqqa laha oo u dabcay riqatan dabac sanaan oo shadiidatan daran aad buu ugu naxramad badan ayaa qalbigiisa maarta Khadiija u galay xusuusta oo Khadiija soo xusuustay weeyaan kolkaasoo fastaadana nabiga idan wuxuu weydiistay asxaabta saxaabada ridwanullahi alayhi ayu asxaabti weydiistay fi itlaaqihi abil aasi deyntiisa bighayr fidyatin ayadoo aan furasho laga qaadan in la iska siidaayo أي نبي قعد صدي ففعلوا صحابتنا ويلين والنبي وأيك أقبل صلوات الله وسلامه عليه فأطلقه مركزه النبي سيداي أبو العاص سيداي بعد أن اشترط عليه مركو شرط وقد لقيت دمدين أو كشرطيه أن يخلي إنه بنيه سيداي سبيل زينب زينب ودده إنه فرح كقالوا بنيه يعني سيئسه هجروته كبدا زينب اللي يلهده iso daah waxa shardi lagu sii daay Zainaba inaad u ogolaato inay hijrooto oo Madiina ay soo aado ayadoo Makkay ku dambeysay marka Makkah tagto gabadha iso daah ay timaadeen shardigaas yaacna lagu xiray asagana shardigu waa fuliyay markii Makkah uu tagay fakhallaaha wadadeedu bu farax uga qaado wa sii daayay fahaajarat Zainab way soo hijrootay ila Madiinati Madiina ay soo hijrootay weeyaan halkaas u soo hijrootay marka dadkii la soo qafashay xukunkoodii sidaas ayuu ku dhamaaday intaas ayuu sheekhu nooga sheegay wafatu ibnatihi ruqayyatu wa ziwaju ibnatihi ummi kulthum bi uthman wafatu ibnatihi nabiga alayhi salatu wasalam gabadhiisi dhimashadeedi ruqayyatu رقية أحيد إيا وزواج ابنته قبل يسي كلا قورين تيدي أو قوريو قبل دي أحيد أم كرثوم أم كرثوم لإله دور نبي قود علي لعثمان عثمان بن عفان لو قوريو يعني وحوي عنوانك وحمسانه قود لغي نبي لبدا عن قبل ورقية إيا أم كرثوم لإله دور رقية وحا قبي عثمان بن عفان بحاس واحد ويحنون ستين مركو النبي غزوة بدر أو آذي أيضو حنون سبو تقي عثمان بن عفان أيو كر ريبي أسامة بن زيد أيو لبدو ذو كر ريبي إني تمريضيان ودويان ولجران أيو مارة أقد تقي مركي النبي أو قال لي كقول يستي رقية ماشي بكل متي انتو سنبي مدينة إيمانين بان الرقية لآسي oo imaartay Madiina lagu aasay markii uu Nabiga muddo joogay Madiina uu yimid Madiina markuu yimid oo xoolaha joogay Uthmaanna gabadhii xaaska ay ka dhimatay boo gabadhan kale oo Ummu Kulthum la yiraahdaa ayuu haddana u guuriyay walidaalika Uthmaan waxa la yiraahdaa Dunnurayna la yiraahdaa labadii nuurkii u saaxibka aasaas loogu bixiyay laba gabdhooda Nabiyilahay Muhammad oo dhalay ayaa mid markay ka dhimatay tii kalena la siiyay weeyaan وكانت رقية قبل الرقية اللي إلى هذا بنت النبي صلى الله عليه وسلم نبي يعني قبل اللي سي أحيد وحي أحيد مريضة من حنوستي أو جرم بي أحيد حين خرج مركي أو بحي نبي لغزوة بدر بدر دولمات كذي دقال كذي مركي أو آذي رقية ويحنوسنا هذا مريضة بي أحيد تجرم بي أحيد وكانت وحي أحيد رقية تحت عثمان بن عفان عثمان بن عفان أي حاسكي سيء أحيد رضي الله عنه إلهي أكرى بالنغذين
فعمره نبي وحو فري عثمان بوحو فري أن يتخلف إنو هره وبدر أوسن الراعي عليها قبدا رقيعة إنو كهره يعني محون أبهريا ليمرضها أي ليداويها ويحسن القيام عليها يعني إنو دويه أو إلاليه ما دام قف جرن أي تهي إنو مرك كرجوبه أي النبي كر يا عثمان وحويري كهر دقال كيه وحد سميسا لجو قبدا سدوذي دي يكور قبيه أغان شهيدي وله عثمان وحوليه أجر من حضر أجر من حضر بدرا تتكي بدر كقيب قلي أجر كوذي أو كلان ووليه ونصيبه وحي أي ماركتي بدر كقيب قلي نصيب كي سنة وأوليه ويا وكقيب خاتي نصيب كوذي أوليه وحي لقصوا هلا قيبتي ذو كليه أو غريمة أجر كي يثوابتي لهلين قيبتي سو كليه محايل والا الريبيه أسوه ديار بواها إنه بحه وغزولي وكقيب قلبه ديار وحاوية وخلف وحك له النبي الرابي عليه الصلاة والسلام عليها رقية وحك الرابي أيضا صدوك له أسامة بن زيد أسامة بن زيد صحابي قاس أسامة بن زيد بن حارث أيه كل رابي فتوفيت مرك رقية والله أفسده ويلمتي قبل رجوعه صلى الله عليه وآله وسلم نبي انتو سن بدر كسو الله بنين وسن مدينة سو قاري هرتيد أي لمتي رقية ويا قال أسامة أسامة بن زيد باوحويري أتانا الخبر واركيبا نويمي وخبرك وجهده أي بشارة الفتح فرشدي وقال ذي اللقاء أتكاري النصر يقوشي بشارة ذي بابا مدينة نوغتمت حين سوينا التراب مركي آنو كأكينا كسني التراب عرضي على رقية رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية نبي جبدي سي أحيد مركان قبر يدي عيد كسني أم آسني مركان دوغني دبدي مركان دوغني أي بشارة نواتمت إن ما ركتي نبي أسوأ قولي استيب شركين تلقى أتكاذي تاويا مركا رقية سنة كلا بعد أي لمتي يعني بشي رمضان دحل يدي بين لمتي ويا ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي مركي أوسقنا ذي بالمدينة مدينة مركو كسقنا ذي واطمأن بها أو نكوح سلو مدجو غيوي بو زوج وحو قوري نبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان بوحو أقوري ابنته الأخرى قبل يسيك لا أي أقوري أو أهيد أم كلثوم قبل أم كلثوم ليلة هذا أي أقوري ما دام الرقية كلمتي أم كلثوم أيها الدنب أقوري عثماني فلذلك سيدة أصدرت إدباع سمي عثمان عثمان وحلى ضمك عاد رضي الله عنه إلهي كرى ذن غضي بذن نورين لبدا النور كي أصاحبك أها لبدا إفتيني نورك كي أصاحبك أهاوي وقد بقيت معه أم كلثوم عثمان أي لباقي نقطي حاس أو أحي حتى توفيت إلى لغا أفسده أيضنا في شعبان بش شعبان ليرهده سنة تسع من الهجرة سنة كي سقالات هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لغا صعب بلابو بش يسير شعبان أي أينا الله أفسده لمتي يعني النبي كهر أينا لمتي ويا ودفنت مركا أم كلثوم وحالغو آسي بالبقيع ماشى مقبرة بقيع ليراده مسجد النبي يقوله هل كاس أي أيضنا لقوا آسر رضي الله عنها وي. ساء المشركين ومن معهم ما أكرم الله به المسلمين من النصر والفتح ساء وحا مرق لي المشركين مشركين تي وحا مرق لي إيه ومن معهم وحي أيق لجري تتكي أيق لجري مشركين تا ومعوذاها وحا مرق لي ما شيبا مرق لي أكرم الله به إلى هيئو ككرامي به شيقبا المسلمين مسلمين تو ككرامي من النصر والفتح قوشي يفر الشفيئة أرنتاس أي مرق لي سيبي يعني دكي ري مدينة أو معركتي فلاحين تي ويقينين يبير ليذا سيبي نوغ قوليستين أو مارت أنا حضارة إليه قريش وكرآن لهين
سيبي محمد أصحابتي سنوغن قوليستين نصر قاس أي آدي آدي قوشاس يآدو قحو ماذين ويا فأخذوا مركة وحي قدقلين يدبرون يعني وحي قدقلين إن أي محالي رهدا يدبرون أي ماموليان أو يدبريان أي قدقلين يعني وحي سميسنا مؤامرة سمينا يوم يدبرون إن أي ماموليان أو أي دبريان مكايدة حق الريال أو مسلمين تلا حق الرصده أي ماركتي أي ماموليان ويا مكايدة أسو يضرون أي دبيان بها حق التاسي المسلمين المسلمين تأكل دبيان يعني وحي قدقل المركيبة سيدة المسلمين تقول دبي لهايين مؤامرة إيا وح الله وحي سمين لهايين إنا سميان ببلابين ويا وينتقمون أين كجأر قدنيا منهم مسلمين تكجأر قدنيا أرنتها مؤامرات هي ماركتي حجرسي هي اللجوي واحد سمين كران أي ملاجئ أرنتها ملاجئ يويا مرك يدبرونا أيجا أم ملاجئ مكايدا حجر يالو أي ملاجئ يضرون بها أي كل بيان المسلمين مسلمين تأكل بيان وينتقمون منهم مسلمين تنأيك جأر قدنيا ولكن نسي الله الله سبحانه وتعالى با رد كيدهم في نحورهم الله با رد كيدهم حقرتو ذي كعليي في نحورهم دونتو ذا دحذو ذا كعليي يعني أيق دبو كعل شيوي الله با كعليي رد الله كيدهم في نحورهم إلهي با حقرتو ذا كعليي وحو ما ينهد قليوي وأيد المؤمنين الله نوحو حوجيي مؤمنين تيبو كحوجي بفضله فضل جيسي إذا رتسين تيسا أي رب كحوجي وكو أي ذيوي وحي أقول لبال لما أركو وحي لها مركة أي سمعيين وحكم دها قبائل كقار كمدا قبيلة ليرهدو بني سليم ليرهدو أو من قبائل غطفان كمدا أو أيهو أي صادرين بادر بذيبا إن أي أسبوع كبعد بمركة بدر مسلمين تكسوا النقذين إن أي ويران تمعا مسلمين تر أي مدينة ما دام حتى ضيال كسر النقدين حتى بإذن كان سكة فلاك وقمت أرنت هذه مركي اللي قورها لي وحوى النبي هو كد دولة سوى الله وقال عيدنا وته وأنا أوقعت كاذي وأنا ماشي هذا اللي قريه هذي بقى اللي قفصة ذي ويا وحيك الله سمعيان مكة أيال لبن المؤامرة سمعي سئين نبي اختيار لقو سمعي ومدينة انت اللي قوي مادو إلا ديرو سسرع له ديرو أي كسو هشية تين إلهي باكشفه سبحانه وتعالى مرك أرمي بوشيخ نوجش كين تحشدا وحا كل مي أي تجمعوا بنو سليم لمنك بنو سليم ليرا هذا ومن قبائل غطفان كمدا أي وحي أكل من لغزو المدينة مدينة إني كسو دولان دولين دي مدينة أي أكل من بعد أسبوع أسبوع كذب تضبع شكذب من رجوع المسلمين مسلمين تي مركة كسر النقدين لقسوا بلابه من غزوة بدر. بدر مركة كسر النقدين لقى بلابه أسبوع أي ربعين إني مدينة كوارران أي دونين قبيلة راس بن سليم ليران. أو مركاسي وحكلوا ليرا هذا ماي أو في المحرم بشي محرم هاي وأدور بلاد كذب مركة. إلا بشي رمضان بدر بعدي مركة رمضان شوال ذي القعد ذي الحجة محرم أو كلوية. بشي محرم أحيط يعني أو سنة الثالثة من الهجرة سنة كيسة دحات الهجرة ذا أحيط بلاو غيذي أي دمعين إلي سو ويرران ومدينة ويركو سو قادة مركو أشك براوي إما بعد بدر بأسبوع أسبوع كدب إني بدرتهاي وإما إني في شهر المحرم بشي محرم أحيط أو سنة كيسة دحات بلاو غيسية لبدا اسمت كود بي قوستان إني سو ويرران فداهمهم مركا أرنتي وركود مركو بحي أيا وحا ويرري هاجموا وحا ويرري المسلمون مسلمين تيبا بنو سليم ويرري في منازلهم انت ان ايغ سو ادي با ايغ لوغ دولن غريوهودي با لوغ ويرري ويا واصابوا مركا نبيغا 200 او عيدنا واتاي مركاسو بنو سليم قبتاي ويا واصابوا مركاسي قاتين او مسلمين تي هلين غنائم خوله فربدان بي كسو هلين ورجعوا ويسون نقدين الى المدينه مدينه ويسون نقدين سالمين ايغو بدباده قبو بد قبو او وخبا انان غار مسلمينتي اي سون نقدين بني سليمنا
warkeedii oo meesha ku dhamaaday iyo dagaal dambe inay soo qaadaan fuma taamara waxa muamara sameeyay oo balaayay maleeyga hadana Umayr ibn Wahb al-Jumahi wa Safwan ibn Umayya labadaan ninka leeyahay Umayr ibn Wahb iyo Safwan ibn Umayya ayaa muamara sameeyay oo taamur sameeyay maxay muamarada u sameeyeen على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام دلكي سؤو سسر اللودل اغتيالك وحوه يقفك أدوانا أوسن كافي لنين إنا دليسو إنا سسر أدشو ومار تسي السينيش اللي إلى هذا وكل واحد دهان لقود دلبال إلى هذا مركا سدى أي كتبتك القريان وحوه وحي يعني منك صفوان اللي إلى هذا إيا عمير aad bay hasiimadii quraysh soo gaartay uga xumaaday markaasii labadoodii yaani cadaawadii nabiga isku sareysteen qalbay waliba isla galay oo cid og aynan jirin markaas wuxuu leeyahay Umayr baa wuxuu leeyahay hadaanan deynta la igu leeyahay aynan jiri lahayn iyo caruurta yararka ah oo ciyaalka yararka ah aan u kasbo oo wax risq u raadi aynan jiri lahayn maxamed madiina inta ugu tagaan sisir ku dili lahaa صفوان مركو أرنتي مغليب وسسر أوله الشيويري حدان أنيق الدين تادين بحيو عرور تادان أي كويغو كرلا من نقضان وآبين كودي وحو البصيو ما تقل سايو مسود دي سايو محمد هابو يرو سود دي لاي إيسا ما يبو يرو بلان يسيدا كو قلي سيدا ومركا أو كوبا حي عمير أو نبي كو آذي عليه الصلاة والسلام مركو تقي وحو لتقي عمير مركو ماشي تقي wuxuu u yimid waxaan Madiina u imid boo yiri dadka asoo qafaalateen wiilkayga kamida in la isiiyo ayaan u imid inaan furtaan u imid inaan xoolaha ku furto baan u imid boo yiri Umar ibn Khattab ba arkay asoo seeftiisu garwaxsan tahay uu soo qabtay nabiga loo keenay markii nabiga loo keenay la yiri maxaa ku keenay kaasoo yiri wiilkan asoo qafaalateen baan rabaa inaan furto markaa wuxuu rabaa inuu nabiga gooni ula baxo oo markaas seeftiisu u adeegsado ala kulli halin markii dambow nabiga yiri runta ii sheeg maxaa u timid waxa u timid ii sheeg waa ku celi markaas yiri maya ninkaan baa ma wadax kale uma iman markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahi ba ogeysiyay wuxuu yiri adiga Safwan qolkaas inta isla gasheen arrintaas ma ku heshiiseen oo ma tiri yaani hadaan maanta ilmahaas iyo deynta ayna jiri lahayn waxa weey maxamed waa ka takhallus lahaa oo isla ka kafaala qaaday soo ma jirto markaas yiri haa waa jirtaa marka wuxuu yiri shartaas u timid صف نك اللي يراهذا ناشي أبو عمير كو إسلامي ومرك إنه نبي الرسول إلهي هاي أجاده مركز يعني مارتي دين الإسلام كبو قاتويا مرك قصة سويا تآمر وحب أمر سمي عمير ابن وهب الجمحي وصفوان ابن أمية أي وحي مؤامرة كذا شيء على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الدل كيس أو سسر اللوديرو وجاء عمير باوحو إيمي لذلك أرنت الدل كالنبي الذي أي إلى المدينة مدينة أسوي من أسوآذي فألقي عليه القبض وألا قبتيوي ألقي عليه القبض يعني وألا قبتي عيدا كمسلمين تقبتيوي مركي النبي قال له جينا وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيا أشيقي بما تآمر عليه وحي أي نبي دشي سمو آمراء سيئ صفوان أي سمايين أي هو الرمي سائي 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 سنكو وضع هذا الشيء لبدينا مركاسا عدك لو لقنا أينين جرين aya rabbiba ogeysiye subhanahu wa ta'ala markaas uu haayiri kolkaas uu faaslama yaani umayr oo islaamay oo diinta islaamka uu qaatay weeyeen ghazwatu bani qaynuqaa xali dhahda bani qaynuqaa wa qabila oo min qabaa'il al-yahud kamida yuhuda sadaxda qabiilo ugu waaweynayd ee madiina degani bani qaynuqaa bani qurayda bani nadir al-hijri qoladii ugu horeeyso madiina laga raro bani qaynuqaa ay ahaayeen nabi waxaan hore u soo marnay markii Madiina oo yimid uhud iyo muwaafiq inuu yahuuda la galay oo ay wax kala qorteen ballan ay wada galeen in la is ilaaliyo oo ballanka la ilaaliyo Madiina la wada difaaco inaanan qof qofka kale ku xad gudbin qodobba la qorto lagu heshiyay qabaailkii la heshiyay bayna kamid ahaayeen markii muslimiintii ay Badr ku guuleysteen ayaa guushii bay aad u naceen bani qaynuqaa oo dibtay aad u nacbaystay inuu nabiga guuleysto ay diidanayeen markaasay
إثارة بلاغين إيه بوق إيه قيلو إيه دعايات إيه تهديد إيه وحبضان إيه بلاغ أو حتى مسلمين تأي حديدان ويرهدان سيدو شيخ ونوش يجدون تدس كجهاله عن دقال أقواني بو محمد هلي مركاز وحو اسكو هايستا إنو مارك أسجي مسلمين تي تد دقال يقال لي اسكو هايستان ربادية تد أهو وحبا دقال كأقواني بيهلن لكن هدي أنا قلنا لد دقالهم إلى هايين إنا نرقنا هاي ضدنا هاي أغان لها هاي كلمات نوع عاصو كلا هاي سوق كفافيين مركي دبنا مؤامرة كلاي سميينو فتنة سوقي بين قنقع كسميين إلى من مسلمة مسلمين تكميدنا لديلو من يهود تكميد أهنا ماشي لبديلو أرنتاس أي ماركتي أدعضي مركا كبعد ونبي الحصار كسميين وهريري وحوي وإسديبين بكاس نوال الرو مدينة لقر الري إلى أهلك أي الشام إن أقول ما دام بلنك يكبحين أو دل أي بلادين إيو مارت بلنك بحيو مدينة سلاس الله قرريوية مركا غزوة داس انتام يرتابوا ذا الله غزوة بني قينقاع بني قينقاع قبيل كلي إرهدو دولمات كوذي لغو دولي أي شيخ كوار رمي ثم بدر دبدي كاشف وحا ظاهري وحي ظاهريين دي كاشف وحي موجستين بمعنى أظهروا كاشف وحي موجيين يهود بني قينقاع قينقاع قبيل كلي يراهدو يعني يهود دي أيا بالشر والعداوة شر اي عداوة أي موجستين ومسلمين في عدوة النماء شر اي قبان بي بنانك سوالكتين ويا مرك بنانك سوالكتين فنصحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله ونصيحي نصيح سيي فقالوا مركاسي نصيحة دي أيغو ديدن أي هذا الحمق بالجواب النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا مركاسي وحير أهدين يا محمد محمد لا يغرنك يوسنك كذين من نفسك نفت هذا يوسنك كذين أنك أذيك قتلت إناد ليس يود شيء نفرا ضد كوح ومن قريش قريش كمذا إناد دي شيء أتكبو ليستي يوسنك كذين نفت هذا يوسنك كذين كواسو كانوا أها أغمارا كوانا وحبك قرنين الأغمار كهدو حالو جيدا الذين لم يجربوا الأمور تدعا وحبك لقرنين وحربضي أنا قرنين كواسو لا يعرفون القتال دقال كأنا أقولين إنا رد قال لنطيوت كأت كاتي يين كذين بير هذا يوسن نفت هذا كو كذين إنك أذيق بير هذا رسولك كجيدا عليه الصلاة والسلام لو قاتلتنا هدادنا لد قال لنطو وأنك أنا لقررت لعرفت وحاد قرن لحي أنا أنك نحن أنك الناس إنا النهي أيات قرن لحي تد إنا النهي تد إنا النهي بات قرن لحي حضرك تهديد كأه أي أشيقين أي نبي كي رهدين أقول جوابين صلوات الله وسلام عليه وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجواب وصبر النبي وأضلق توه صبري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله صبري وأدل قاتي على هذا الجواب جواب تسحن أو أي سيء مركي لون سيحي يدبذي وأدل قاتي وحبك مؤورا لغن فروك قادم فازدادت مركاسا وحكرتي وزيادي جرأتهم ديرنان تودي أي مسلمين تي نبي وكو ديرنان أي سي كررت مرهدو بالنبي وكو صبري فأسكو أدب وكو ديرنان وكو أتكاديم حتى ثاروا إلى أي كعيان يعني إلى أي كعيان في سوقهم سوق بني قينقاع سوق لحديسة فتنة فتنة أي كعيان فتنة ذا سوق قتل فيها رجل من المسلمين ورجل من اليهود فتنة ذا سوق قتل الذي فيها فتنة لحديسة رجل من أو من المسلمين كمد لقد لي ورجل من أو من اليهود يهودي كمد أهنا لقد لي ومركا ديك أو ذاتين مركا وحي ليهين سيد ابن هشام وكليته وفي سيره وقوة لنايه وحو ليه هاي قصدني مركة دلك أهو سوق بني قينقاع فتنة كد عضي وحو يقبر مسلمات أهو يعني مارت منقبة أهو وجه يريد بولتي أيا نين ذهب كدلاليو أي أتمدي ذهب كدنسي ذهب كاسي كدنسي مركة سامد كالو ذهب كرشق السوقي جوغا انتو يمد أو يهودي كمدا كبدي وي فدداي مرده دي طرف كيدي هوسه ايو وحو كسو خري مارتي فسليتيغي دي ميشا قرا ايدون اوغي
أي كسر حري سمرك استأجت عورد إذا أمو قتوا ترى ديت بوربا قبل لي كشف متى بوربا عورد البنات تماذو مركي قبل لي أي استأجت هوش يدي لما يستي أي عرفت أيده قاون أي فريستو قيلسي بعدين المسلم هو سوق الجوجن تو أركي يهود كي ماذا حكجوي يهود اللي تسكوا تمت بينك كلام مسلم كماذا حكجري مركز وين مركو النبي عليه الصلاة والسلام حصار كقصة ماني أو إيماني فحاصره مركه وحريريه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يهود بني قيلقاع أي حريريه يوم السبت ما للسبت يا للنصف من شوال بش شوال يرهذا برتمه لشان يترن كذي سنة الثانية من الهجرة سنة ذي لبعد هجرة النبي قال قصوا بلابه أي النبي حريريه مركي مدة حصار كقجرين شوال شني تبنك شوال شني تبنك هذه ما لين سبت يبا نبيه أكوب اللابين وخريريو دين عول بلقى مرو قضون لقليو إلى بش القعدة اللي يراه شوال كحكتا شني تبنك هذا أي حصار كاس كجرين مركا وصدم بري تقريبا أي هلك حصار كاس كجرين وي واستسلموا مركا سي إسليبين بعد 15 يوما لهلال ذي القعدة بش ذي القعدة اللي يراه ذا أما ذي القعدة قافك والكور ديقا أم والهوس ديقا بشاس يعني لما الشرية ذي لقصها ببلابك إلى الشني طبنكي ذي لقى قاره مركي الشني طبنكي إلا قاري أي إسديبين الشني طبنكي ذي القعدة مركي إلا قاري بي إسديبين الشني طبنكي شوال بان حسارك اللي قصة ميهوي واستسلموا وي هقال سمين وي إسديبين بعد 15 يوما الشني طبن مع الموت كذب لهلال ذي القعدة مش ذي القعدة اللي يرهده شن يتبن كذب إسديبين ويا فأجلاهم مرك إسديبين ونبي وحكم كيسوه إسكون ديبين فأجلاهم النبي قور ريو مدينة بوكر ري إلى أذرعات الشام شام مجالة كتالو أذرعات اللي يرهده أي قرر هل كاس أقور أبو إيره هل كاس مرك أقورين شام مرك يتقين أذرعات يعني مجالة إيشان أقورين أي تقين انتو ذي بدنا مركا حلقاس شام با إله عذر وكان يكوبا بأول حيث مات أكثرهم أي حلقاسو مات أكثرهم بدن كوذي ربن قينقا أي كل انتين بعد قليل مركا أذرعات تغين كذي وحي الكذب أي مارك حلقا كل انتين مركا أرنتاس إله سبحانه وتعالى غزوة بن قينقا هل آية كنية وكاقها بلا وفي سورة آل عمران كجرته أي ربك قور رمي سبحانه وتعالى وعرب إليه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد أيضا أي مارتي أي قال له جهدا لقو أرمي وحكتر هذا كوي كفارت أها وإلا إذن كأت كان قيامنا النار جهنم اللي يراهدو أي قال إذن سوكل من دونا سيدا كل بحبا النبي اللي يراه عليه الصلاة والسلام أما هذا الكهراء أيدهن يعني ضد قريش وحالك لنتي جهال قريش اللي يراهدو يسنك كذين إن هدا عمل أن لكل ملحيد وحوية إن ضد نحيب الأدان لهيد أبو داود ما في سنن يكسو ورنا يو وغيرهم بوسو صاريو غزوة الصويقي غزوة ذان وحال إلى هذا غزوة الصويق صويق أصلحان وحال إلى هذا باشان شربض اللي إلى هذا أما مشارد اللي إلى هذا أما أوجد اللي إلى هذا أي صويق اللي إلى هذا مركا محل لو قبحي غزوة الصويق وحال لو قبحي وحوي سيدا أشيخ كور رمضان أبو سفيان مركي قريش لقعت كاذي أو أقاذي أيو مركا أعاد أبحانو صدي ثم مركاس وحو قال النذر وحو كل نذري إنو سن حاسس كي سن مرن حاس كي سؤول دوان إنو سن أتقين أو سن جنابك قبيسر مدحيس أو سن بيطابن إلى محمد أو كدول مركو عبار جوغي لأنك حاسس كي قبها هاي مركسي أو تحلة القسم أو أصلنا أيوه بلانتاس أو قلي نذر كسو أفليه بودور كانن انتو صوت لو بقولو مارتي فردولي انتو صوتي او مدينتي او خودا سو تورتوري او سو نوقدي markaas muslimiinti soo ciirsatay markii la soo ciirsaday bay waxay saadkay wateen oo mashaarida ay kamita shurbadu kamita bay u tuuray muslimiinti si ay taqfiifiyan ay u arran markaas ay maartay qasbada sawir loogu bixiyay weeyo wa nadar abu sufyaan ba wuxuu nadray bacda ghazwati badr بدر مركي دجال كيد أو دعاي كذب أيوه نذر كجلي ألا يمس إنه سنتعبنين
رأسه مدحيسا ماء بيء ينتابن من جنابة من أجل جنابة يعني جنابة أو قليدرتي إن يسمى أو تابن مركا الرأس دان مفعولك هر مركد لقينا ماء انتنا يعني فعلك دواء مركد لقينا حتى يغزو إلى أو كدولو النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي أو كدولو مدينة أو كدولو إنه سن جنابة كقبيسن أيو أرنتاس بومارة النذر كقليو فخرج مركاس أبو سفيان بحي في 100 راكب لبا بقول او فردولي اه اسغه وتعيدنا ايو ماركه وتي سداسو مكه اوغه بخي واغار مركاسو ويرري او يعني وو يعني وو ويرري وي بالعريض ماشي عريض ليراهدو عريض كنا واسم محل وي اسم مكان او في ناحيه المدينه مدينه جهوين كودا كميدا مدينه ناحيه دي كميدا يعني مار جهوين كودا كميدا ماشى عريض ليرهدب ويرري مركو ماشي تغي فقطعوا وحي قويين أبو سفيان يكوي لسعودي أسوارا دي ديال أو من النخيل تمرتي باريه تمرتا دي كودي أي سوار كيبي قويين يعني وحي كوهر رسنا دي ديت كيبي جمجرين قويين وأحرقوها مركاسي وحي قبين تمرتي بي قبين وقتلوا رجلين لبن النوائي دلي وفروا مركاسي سوع عرين انت مركز سميين بي مكاح قيد أسو عرين سوى الله بتيوي وآت الخبر وركي أي وحا أو قيمي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي وركي سوى قاري أبو سفيان أو لوضع بقل وطئينو تمرتين قبي ديدت كيدي إيا دارت ديد كيدين أو مارت قو قوي لبننا دفك مسلمين تاكمدنا إنو ديلي با وركي سوى قاري مركي نبي وركي أو قيمي أو وركي سوى قاري فطاردهم أي فطاردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أي سوء عرسدي وعيدا كسو دبقاتي ولكنهم أبو سفيان يذبك لسعدي أفلطوا وي بحسدين ونبي مؤسا قبنين ويا مركاسي وطرحوا وحي تورين أثناء فرارهم انت أرديين أردكو دي انت كجرين أي كثيرا انبضا من السويقي شربدي أهي تورين أي والأزواد الزاد في أيوتين أي اسكف اسكتورين محيطوا تورين ليتخففوا إلي فضوض هذا الدرتي يعني إنا يسمع صلينينا لقدر إيمانين درادت بمركز الحجاب كأي وثيمبا أي وتورين وي وبلغ المسلمون مسلمين في مركز ويسو قارين نبي يا صحابة لسعتي في مطاردتهم أبو سفيان يددك لسعتي عير شغودي أي عير سنة الرعدين في الرعدين أي وحي قارين إلى قرقرة الكدري ماشي قرقرة الكدري اللي يراد واسم موضعه مكان ميل أهويا وأن ماذا أذيك مدينة أن آدو قفقين ما لا مدينة كفقين أي قرقرة الكدري اللي يرهلا أي هلكاسي قارسي عير سني ولكنهم أبو سفيان يرقي لسعودي فاتوا وي بحصدين والنبي يسحابه دي سوي كبحصدين وي وحمل المسلمون مسلمين تين وي سواقاتين السويقة وحي أي داتشان يعني مارتي زادكي إيو شربدي وحي أي ردين أي سواقاتين فسميت مركاسا غزوة روحا لغم قعاري بغزوة السويق غزوة السويق بالغم قعابة وحكروا لغم قعابة وبغزوة قرقرة الكدري قرقرة الكدري نوى لغم قعابة مقعصر وإليه ذا هو هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.